السلام عليكم. كنت قد ذكرت في الفيديو السابق عن أنه بظهور أي متحور جديد من فيروس كورونا يجب معرفة أولا مدى وسرعة انتشار هذا المتحور بين الناس في المجتمع، ثانيا هل الفحوص المخبرية الموجودة حاليا قادرة على كشف هذا المتحور، وثالثا ما هي الأعراض الناجمة عن المتحور الجديد وهل تختلف عن سابقتها، وهل شدة الإصابات أقل أم أكثر مما كانت عليه، ورابعا هل المناعة الموجودة بين الناس نتيجة المرض السابق أو نتيجة اللقاح كافية لأن تقاوم هذا المتحور الجديد أم لا، وأخيرا ما هي مدى فعالية العلاجات المتوفرة ضد الفيروس حاليا. بناء على تقارير واردة من أطباء عالجت هذه الحالات في جنوب أفريقيا وبناء على دراسات وبائية مبدئية، يمكن لهذه الأمور أن تتغير بوجود دراسات أعمق وأكبر تشمل عدد أكبر من المرضى، لكن بناء على هذه الدراسات المبدئية تبين أنه أولا الفيروس سريع الانتشار بحيث أن سرعة انتشاره أكثر مما كانت عليه في فيروس دلتا أو ألفا في السابق، وبالتالي انتقاله بين الناس هو انتقال أسرع. ثانيا الفحوص المخبرية الموجودة حاليا قادرة على كشف هذا الفيروس، وبالتالي يمكن لفحص البي سي آر حاليا أن يكشف وجود هذا الفيروس من عدمه أو المتحور من عدمه. وثالثا يبدو أن الأعراض هي أقل وأخف مما هي عليه كانت في كل من فيروس دلتا وألفا، فالأعراض الناجمة غالبا ما كانت هي عبارة عن تعب عام وآلام عضلية وصداع وآلام بلعومية دون أن تكون هناك حالات شديدة، لكن كما قلت هذا بناء على بعض التقارير من أطباء عالجت هذه الحالات ولا تعني أن الأمر كذلك بالنسبة للمتحور، فبعد أن تكون هناك دراسات أوسع يمكن أن نعرف أكثر عن الأعراض المرافقة وشدة الإصابات، لكنه بناء على هذه التقارير المبدئية يبدو أن الإصابات أخف. ورابعا بالنسبة للقاح والمناعة السابقة لا نعرف كثير، لكن باعتبار أن الأعراض كانت خفيفة فهناك إشارة على أن اللقاح والمناعة المتشكلة عنه قد تكون جيدة بحيث أنها تخفف من شدة الإصابات، لكن كما قلت لا نعرف ذلك بشكل دقيق بعد. وأخيرا لا نعرف مدى فعالية الأدوية الموجودة حاليا تجاه فيروس كورونا بمواجهتها لهذا المتحور الجديد. حتى تتم معرفة أكثر عن هذا المتحور أنصح بما يلي: أولا متابعة الابتعاد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين، ثانيا أخذ اللقاح لمن لم يأخذه بعد وأخذ الجرعة الداعمة لمن مر عليه 6 أشهر على أخذ اللقاح، وثالثا الابتعاد عن التجمعات واللقاءات الكبيرة، لكن إذا كان لابد من هذه اللقاءات مثلا الأعراس والحفلات فعندها يجب إجراء فحوصات البي سي آر على كل الموجودين في هذا الحفل قبل بدء الحفل والتأكد من عدم وجود أي حالة إيجابية في هذا الحفل. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية، وأراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.